اللهم صل وسلم على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا بقعة الطاف كم عين بك انذرفت، وكم إلى الدين من ركن بك انهارا. تزلزلت فيك أرض الله وانسكبت، عين السماء دما والعرش قد مارا. أفيك يقضون آل المصطفى ظمأ، والماء طام فليت الماء قد غارا، ويصبح السبط شلوا فيك تصهر، شمس الهجير على الرمضاء إصهارا، تذري الرياح عليه ثم تلبسه ثوبا من الترب، غدوانا وإبكارا، وحوله آله صرعا كأنهم جزر الأضاحي عليها الترب، قد ثارا يا أقبرا بعراس الطف، هجت لنا حزنا يؤجج في أحشائنا نارا، ما زرت أرضك إلا هيجت شجنا ومدمعا سال من عيني مدرارا. يا كربلاء كم فيج صاحت من صوايا، ويا كربلاء كم فيج ناحت من نوايا، على إمام في
ترابك ظل طايح يا حسرتي رضيت اضلاع الاعوجي بالامس انت تراب وصرت اليوم تربى وتربت شفى المرضى عن علاج الاطباء قالت بدم حسين ودموم الأحبة عمرة قفاري ودورهم ظلت خلية أرض اجثوت أقمار فيها وغابت شموس يا مجثث فوق الثرى ظلت بلا روس وارواحهم راحت إلى جنة الفردوس بنوارهم يا كربلاء صرت مضية لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. بتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآية المباركة هي الآية 9 من سورة الحجر، وهي تتناول عنوانا يعد من أهم العناوين التي تبحث في كثير من الفنون الإسلامية، وهو عنوان صون القرآن الكريم من التحريف. فإن هذا البحث لحساسيته وأهميته ولما يترتب عليه من آثار جمة يبحث أول ما يبحث في علم الكلام وكذلك في علم الأصول والفقه وفي العلوم وفي علوم القرآن وفي تفسير القرآن وغيرها من العلوم الإسلامية المهمة. وهذا يكشف عن وجود خصوصية لهذا البحث استدعت أن يجد هذا المدى الواسع للأخذ والرد في هذا العنوان في عدة علوم وليس في علم واحد. والحقيقة أن الداعي للحديث حول هذه المسألة الخطيرة هو أنها ترتبط ارتباطا مباشرا بهوية الإسلام، حيث إن القرآن الكريم لا يخفى أنه دستور ومنهاج الديانة الإسلامية التوحيدية، وهو في أمر الفروع واضح، وقد يكون في مسألة أو في جنبة الأصول أوضح، باعتبار أن النبوة معتمدة
اعتمادا أساسيا على ثبوت القرآن الكريم كمعجز تحدى به رسول الله صلى الله عليه وآله قومه والبشرية جمعا. فمع القول بوقوع التحريف في القرآن الكريم فإن هذا يعني تهديدا لهوية الإسلام أولا في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وفيما يترتب على هذه النبوة من أصول وفروع. وكذلك إن القول بتحريف القرآن الكريم يساوق القول بانتهاء حجية هذا الكتاب فيما يسنه من قوانين ومبادئ وسنن وأحكام وما شاكل. فالقول بتحريف القرآن الكريم ينتزع حجية القرآن نفسه وكذلك ينتزع حجية أقوال من استندت نبوته وإمامته إلى القول بإعجاز القرآن الكريم. وعلى هذا فإن هذا البحث أخذ هذا المدى الواسع رجوعا إلى هذه الحساسية والخطورة، خصوصا أن هناك علماء من الفريقين على حد سواء ربما وقعوا في شبهة التحريف فأثبتوه بشكل وبآخر. فانبرى أغلب علماء الإسلام من سنة وشيعة لرد شبهة تحريف القرآن حفاظا على هوية الإسلام وذودا عن حياض القرآن الكريم. من هنا أتحدث حول هذا الموضوع بشكل مختصر بإطلالة سريعة تتمثل في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى ما هو معنى التحريف، والنقطة الثانية ما هي أدلة القائلين بشبهة التحريف، والنقطة الثالثة كيف رد العلماء على هذه الشبهة. بالنسبة إلى النقطة الأولى ما هو المقصود من التحريف، من ناحية لغوية التحريف من الحرف يعني من الإمالة، ومنها أخذ الانحراف والتحريف وسائر الاشتقاقات. وهذا المعنى روحا محفوظ في المعاني الاصطلاحية التي أوردها العلماء عندما تكلموا عن مسألة تحريف القرآن. ورجوعا إلى تعدد العلوم التي تكلمت حول عنوان التحريف من جهة، ومن جهة أخرى كثرة متعلقات هذا البحث أفرزت لنا جملة من المعاني في استعمالاتهم الاصطلاحية لعنوان التحريف، فلم يأتي على هذا التحريف بمعنى واحد بل أنهاها المرجع الكبير آية الله العظمى وزعيم الحوزة العلمية السيد المرحوم الخوئي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره المعروف، أرجعها إلى ستة معان مستعملة من ناحية اصطلاحية. وقد فرق في مورد اعتراضه أو عرضه لهذه المعاني الستة بين بعض المعاني التي لا شبهة في وقوعها في القرآن الكريم وبين معان يمنع وقوعها في القرآن الكريم عقلا ونقلا وإجماعا على حد سواء كما سوف يتضح. المعنى الأول وربما هو من أخطر المعاني للتحريف والذي ثبت وقوعه للأسف الشديد في القرآن الكريم هو التحريف بمعنى حرف الدلالة والمعنى المقصود من اللفظ إلى معان غير مقصودة لله عز وجل، وهذا ما يسمونه بالتحريف المعنوي، كما في قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذه المسألة وقعت في
غالب أو جميع الكتب السماوية التي نزلت من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، لفظ ينزل في معنى معين فتناله يد العبث الشيطانية من أجل أن تحرفه عن المقصود وعن منطبقاته ودلالاته إلى معان غير مقصودة تحقيقا لأهداف شخصية معينة. ولا شك ولا ريب أن هذا النوع من التحريف قد وقع في القرآن الكريم، وأدل دليل عليه تشعب الأمة الإسلامية إلى هذه المذاهب الاعتقادية والفقهية إلى ما لا حد له ولا حصر. بعض يقول 70 فرقة، أي 70 فرقة؟ تعال شوف الآن من كل فرقة تنحدر كم فرقة. هذا التشتت الواقع في الأمة الإسلامية، والعجيب أن كل واحد من أصحاب هذه المذاهب يحتج على الآخرين بالقرآن الكريم، مما يعني أن حرف القرآن الكريم عن مقصوده قد وقع لا محالة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للتحريف هو وقوع تبديل أو نقيصة أو زيادة في حرف أو حركة فتستبدل بحركة أخرى، أو حرف يستبدل بحرف آخر، أو حرف ينقص أو يزاد، وما شاكل من أنواع التحريف المتعلقة بمسألة القراءات الواردة في القرآن الكريم. قراءة تقول مالك يوم الدين، قراءة تقول شنو؟ ملك يوم الدين مثلا، وهكذا. قس على بقية الموارد الكثيرة التي ألف فيها الكثير من قبل العلماء قراءات مختلفة للقرآن الكريم، أشهرها 7 وبعضهم أوصلها إلى 10 أو ربما أكثر. يقول السيد الخوئي: معنى التحريف هنا هو وقوع الزيادة أو النقيصة، ولكن رغم وقوع الزيادة والنقيصة فإن القرآن الكريم الحق محفوظ ضمن إطار هذه القراءات دون أن يتميز. وهذا على قول قد وقع في القرآن وعلى قول آخر لم يقع، لأن بعض العلماء يقول بأن القراءات 7 كلها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يساوق القول بوقوع التحريف بهذا المعنى في القرآن. أما من أثبت أن القراءة المتواترة الوحيدة للقرآن هي قراءة عاصم برواية حفص، وهي القراءة الموجودة بين الدفتين في هذا العصر وهي الأشهر والأكثر قراءة، فإن قوله بعدم تواتر بقية القراءات لا يعني عدم وقوع التحريف بهذا المعنى. نعم، وقع من ناحية تكوينية حيث إن القراءات نفس وجودها يعبر عن وقوع هذا النوع من التحريف. زين، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو وقوع التحريف بالزيادة والنقيصة في القرآن الكريم في بعض نسخ القرآن إلى زمن ومدة محددة، وهذا المعنى واقع أيضا حيث ثبت من الناحية التأريخية أن النسخ ما توحدت إلا في عهد عثمان، وما قبلها فكانت هناك جملة من النسخ والمصاحف عند بعض الصحابة متفرقة هنا وهناك في شتى البلدان، قام عثمان بإحراقها بحجة أنها تختلف مع هذه الرواية التي بين أيدينا. المعنى الرابع للتحريف، وصلنا الرابع أو الخامس ما أدري، الرابع صحيح. المعنى الرابع إلى التحريف هو وقوع الزيادة بحسب الاحتمال مع التسليم بأن هذه الزيادة المحتملة والتي ربما لا تكون زيادة أنها قرأت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا كما هو حاصل في البسملة حيث اختلف علماء المسلمين في جزئيتها ونسبتها إلى القرآن الكريم، فقال أكثر علماء العامة أنها ليست جزءا من القرآن الكريم، بينما تسالم علماء الشيعة حسب نقل السيد الخوئي قدس الله نفسه أن هذه البسملة
في جميع الآيات متسالم على جزئيتها عند علماء الشيعة. وأيضا هنا التفريق بين الأقوال يعني وقوعا أو عدم وقوع للتحريف بهذا المعنى. المعنى الخامس هو القول بالزيادة في القرآن الكريم، بمعنى أن هناك ما لا تصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى كآيات منزلات من الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله، رغم ذلك فإنها أثبتت في القرآن الكريم. وهذا كما ينسب إلى عبد الله بن مسعود أنه قال في المعوذتين أنهما ليستا من القرآن في شيء، إنما هما حسب رأيه المنسوب إليه أنهما تعويذتان نزل بهما جبرائيل سلام الله عليه على النبي حتى يعوذ بهما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. ولكن البعض أيضا يتوقف في هذه النسبة لعبد الله بن مسعود ويحملها على تقولات في راجع إلى شأن سياسي وما شاكل. المهم أن مثل هذا القول شاذ لا يضر بما ادعاه جملة من العلماء من وقوع الإجماع والتسليم والاتفاق بين جميع المسلمين من دون استثناء على أن هذا النوع من التحريف لم يقع في القرآن الكريم. يعني ماكو آية، ماكو كلمة، ماكو حرف موجود في القرآن الكريم الآن لا تصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، بل كل ما هو منزل ليس من اختراعات البشر بل هو من عند الله عز وجل. إذن هناك إجماع على عدم وقوع الزيادة في القرآن. المعنى السادس والأخير هو القول بتحقق ووقوع التحريف بمعنى النقيصة، يعني أكو بعض الآيات نزلت من جبرائيل على قلب النبي صلى الله عليه وآله إلا أنها حسب احتمال هذا المعنى للتحريف قد سقطت من الإثبات في المصحف الشريف، يعني هناك آيات ما أثبتت وضاعت من القرآن الكريم. هذا المعنى هو الذي وقع فيه النزاع والاختلاف بين غالبية علماء المسلمين من الفريقين وبين أقوال يمكن أن تعد شاذة تقول بشبهة وقوع التحريف في القرآن الكريم. من هنا أنتقل إلى النقطة الثانية، ما هي الأدلة التي ساقها أصحاب الاتجاه الأول والتي جعلتهم يقولون بوقوع التحريف في القرآن الكريم بهذا المعنى، يعني بمعنى النقيصة؟ يمكن أن يساق أو ترجع عمدة الأدلة عند هؤلاء إلى ثلاثة أدلة. الدليل الأول ورود الروايات التي في جملتها روايات صحيحة تثبت وقوع التحريف صراحة على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو الصحابة أو المعصومين، وهذه الروايات واردة في كتب الفريقين ولم تقتصر روايتها على أحد الفريقين. يعني في كتبنا موجود روايات توهم وقوع التحريف، وفي كتبهم كذلك أكو روايات توهم وقوع شنو؟ التحريف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكر من دلالة طبيعة الأشياء على ذلك. شنو يعني؟ يعني يقولون إذا ترجع إلى التاريخ وتقرأ الطريقة التي جمع فيها القرآن الكريم بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله راح تعرف أنه لا محالة من القول على الأقل باحتمالية كبيرة لوقوع أو سقوط جملة من الآيات في القرآن الكريم، وأنه لا أقل من القول أنه لا سبيل إلى إثبات أن هناك آيات قد نزلت ولم تسقط من القرآن الكريم. شلون؟ قالوا ترجع إلى روايات الجمع تقول أنها فكرة طرأت على ذهن عمر لما أن رأى آلافا من القراء قد قتلوا في معركة اليمامة،
فعرض على أساس ذلك الفكر على أبي بكر فقال له أن يجمع القرآن الكريم، فاعترض عليه أبو بكر بأنه كيف يصنع ما لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا زال يراجعه في ذلك حتى أقنعه. ثم انتخب زيد بن ثابت، عرضوا عليه الفكرة فاعترض بنفس اعتراض أبي بكر، فلا زال به حتى شرح الله صدره إلى هذه المسألة حسب ما هو مذكور في الرواية. فاش سوى هذا زيد؟ قام يجمع القرآن الكريم من الرقاع والقراطيس واللخاف والعسب والأكتاف من هنا وهناك ومن صدور الرجال، يجي الواحد يقول سمعت هذه الآية من النبي فيشهد عليها شاهدين وإلا فأسقطاها. وهذا ما حصل من صاحب الفكرة نفسه، كما تنقل بعض الكتب أن عمر جاء بآية الرجم، آية الرجم للشيخ والشيخة، فما وجد معه شاهدا فأسقطت هذه الآية من القرآن الكريم لأنه لم يثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله. يقول التدقيق في هذه الروايات يعطينا قناعة عرفية بأن هذا النوع من الجمع للقرآن الكريم سوف يؤدي بالطبع وبالعادة إلى إسقاط جملة من الآيات المباركة، لأن أنت شمدريك أن كل ما جمع من كل الصحابة، والرواية نفسها تقول أن آلافا من القراء قتلوا في معركة اليمامة، لعل أحد هؤلاء القراء ذهب وذهبت معه آية في صدره، وربما جاء بعضهم ليقول آية فلا يجد معه شاهدا لهذه الآية فتسقط هذه الآية من الاعتبار فلا تثبت في المصحف، هذا ممكن أو لا. بالتالي الدليل الثاني يقول دلالة طبع نوع وطريقة الجمع للقرآن الكريم تؤدي إلى القول بالتحريف. ثالثا القراءات السبع الموجودة تدل على وقوع التحريف، وتوضيح أو ذلك واضح لا يخفى، الملازمة وجه الملازمة واضحة. تعالوا معي الآن لمناقشة هذه المسألة في النقطة الثالثة، هل تنهض هذه الأدلة للتدليل على وجود ووقوع تحريف بمعنى النقيصة في آيات القرآن الكريم أم لا؟ بالنسبة إلى الدليل الأول وهو القول بوجود الروايات الدالة على ذلك، يرد علماؤنا بعدة أجوبة على هذا الدليل. الجواب الأول هو حصول التواتر في هذه الرواية، رواية عاصم، بمعنى أن الرواية الموجودة بين أيدينا رواية متواترة تلقتها الأجيال عن النبي صلى الله عليه وآله جيلا بعد جيل، والتواتر يفيد علما بأن متعلقه ثابت كما هو من دون زيادة أو نقيصة، بينما غاية ما تفيده الروايات اللي تتكلم عن التحريف إفادة ظن بوقوع التحريف، وقد ثبت في محله من علم الأصول حتى تكاد تكون مسلمة أن ما يتعارض مع التواتر من أخبار الآحاد هو تعارض غير مستقر، حيث يسقط ما يفيد الظن أمام ما يفيد اليقين كالتواتر. وعلى هذا فالروايات اللي تتكلم عن تحريف إما أن تؤول كما هو متحقق فعلا في جملة منها، لأن كثير من الروايات اللي تتكلم عن التحريف تتكلم عن التحريف المعنوي أو تتكلم عن التأويل للآية أو التفسير للآية، ولا تتكلم عن وجود آية قد أسقطت بنقيصة في القرآن الكريم. وعلى هذا فإما أن تؤول هذه الأخبار وإما أن تسقط عن الحجية حتى لو كانت صحيحة السند، فضلا عما إذا كانت مبتلاة في سندها كما في جملة من الروايات المرتبطة بهذا المجال. الجواب الثاني أن
مفاد هذه الروايات يتعارض مع رواية مفاد روايات أخرى تدل إما مطابقة وإما التزاما بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم، وبعضها متواتر مثل رواية الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه الرواية المتواترة التي رويت عن أكثر من 30 صحابي وصحابية عن النبي صلى الله عليه وآله بصياغاتها المختلفة تدل التزاما على أن القرآن الكريم غير محرف، وإلا لو سبق في علم النبي صلى الله عليه وآله وقوع هذا النوع من التحريف في القرآن لما تمكن أن يحتج به على الأمة فيقول إن لكم هذين الثقلين ما إن اتبعتماهما لن تضلوا وإلا فالضلالة ببابك، وغير ذلك من الروايات التي تشير صراحة إلى أن الكتاب كان موجودا محفوظا في عهد ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله، كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله: وهذا كتاب ربكم فيكم. ولو كان القرآن المتداول محرفا لما صح أن يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: هذا كتاب الله فيكم، لأن في ذلك من التغرير ما لا يخفى. وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى سعد الخير في معرض حديثه عن التحريف المعنوي للكتاب الواقع في القرآن الكريم قال فيما نسب إليه سلام الله عليه: فكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه. يعني من الناحية اللفظية من ناحية الحروف هناك إجماع على صيانة ورعاية وقعت من الأمة أجمع تجاه هذا القرآن الكريم، حتى بالحرف، حتى أنه ورد في التاريخ أنه لما جمع القرآن الكريم في عهد عمر اختلف أبي مع عمر في حرف في القرآن الكريم، فسل أبي سيفه باعتباره متخصصا من القراء المعروفين، أبي بن كعب سل سيفه فقال: تثبت وإلا السيف. درجة اهتمام المسلمين أجمع حتى بحروف القرآن الكريم هذه مسألة واضحة ومسلمة لا غبار عليها. وعلى هذا الأساس يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أن هناك مفارقة عجيبة، هذول يحافظون على الحروف يحافظون على الرواية ولكنهم لا يرعون مبادئ القرآن الكريم ولا يرعون عن تحريف حدوده مما يؤدي إلى التحريف المعنوي. وغير ذلك نفس القرآن الكريم دل على أن القرآن قد تعهد بصيانته وحفظه نفس الله سبحانه وتعالى، وذلك مدلول جملة من الآيات المباركة كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد واحد يجي يعترض يقول: شلون تستدل بالآية على القرآن الكريم في حين أن هذه الآية جزء من القرآن الكريم وهي مبتلات بنفس مشكلة التحريف؟ يعني ربما وقع التحريف في نفس هذه الآية فغير من معناها فلا تصلح للاحتجاج، وهذا ما يسمى بالدور، فيجاب عنه بأن هذه الآية بالذات قد وقع الإجماع بين المسلمين على أنها محفوظة كما نزلت، لم تعتريها زيادة ولا نقيصة، بالتالي هي تصلح للاحتجاج بلا شك وبلا ريب. وهناك الكثير من الأدلة التي سيقت في سبيل إبعاد الشبهة، شبهة التحريف. فظل عندنا مسألة طبيعة دلالة الأشياء أو دلالة طبيعة الأشياء. الروايات اللي تكلمت عن طريقة الجمع وأنها كانت في عهد أبي بكر ثم ثانية في عهد عمر ثم في عهد عثمان، وطريقة الجمع بين هذه الروايات في الحقيقة والواقع كلها تدعو إلى التوقف والتشكيك. ليش؟ لأن إحنا عندنا هذه القاعدة:
كما ذكر السيد الشهيد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم في كتابه علوم القرآن، يقول ما مفاده أن الإذعان بروايات الجمع هذه يتلازم مع النيل من قدسية رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون؟ يقول يعني تعال دقق في الأمور. أولا أهمية وحساسية موقع القرآن الكريم في الدين، وهذا واضح. اثنين التهديد المستمر للقرآن الكريم بالتحريف، يعني لو بإيد العدوان أنهم يحرفون القرآن الكريم لما آلوا في ذلك جهدا، وخطر التحريف دائما يعترض القرآن الكريم من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم، هو خطر محتمل. ثلاثة النبي صلى الله عليه وآله كان على رأس دولة وعند إمكانيات لا تمنعه من تدوين الكتاب، وعند كتاب وحي وإلى آخره من ما يدعوه لكتابة وجمع القرآن. رابعا إخلاص النبي صلى الله عليه وآله إلى القرآن. بجمع هذه الأمور التي تشكل ظروفا موضوعية لمسألة التحريف أو لمسألة القرآن وجمعه، فإن دلالة طبع الأشياء يؤدي إلى عكس ما قيل عند أصحاب الاتجاه الأول، أن المنطقية والطبيعية والعقلائي أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله بجمع القرآن في عهده، مو يترك المسألة هالشكل هباء منثورا، قرآن كريم مشتت في صدور رجال قد يموتون قد يحيون، وفي أكتاف وفي لخاف وعسب وما شاكل مما ذكر، حتى قالت بعض الروايات أن بعض هذه الخساء اللخاف والعسب بعضها قد أكلها الداجن فضاعت. يعني في الحقيقة والواقع هذا يتلازم مع النيل من قدسية رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يترك القرآن بهذه الطريقة المهملة اللي يلزم منها التحريف. وعلى هذا فإن التحريف بمعنى النقيصة مردود في جميع صوره المتصورة وبجميع أدلته. تبقى مسألة القراءات السبع وهي مردودة بعدم تواتر القراءات غير هذه الرواية كما ذكرنا، وما دامت هذه الروايات غير متواترة في القراءات الست الأخرى غير هذه القراءة، فإنها لا يمكن أن تسمى قرآنا أصلا حتى يثبت أنها أثبتت التحريف والعياذ بالله. وعلى هذا الأساس فإن القول بالتحريف منفي جملة وتفصيلا، والبحث طويل في الحقيقة والواقع، أكتفي بهذا المقدار. والتحريف الذي لا شبهة في وقوعه والذي نطالب في الحقيقة والواقع في أن نرده وأن نتبحث فيه وأن نتزود فيه علما من أجل المحافظة على القرآن الكريم هو التحريف الذي بالمعنى الأول، وهو التحريف المعنوي، هذا اللي وقع في القرآن الكريم للأسف الشديد، وهو الذي تسبب في تشتت الأمة إلى هذه المذاهب الكثيرة، وكل يدعي وصلا بليلاه وبقرآنه. حتى ورد في الخبر أن نتيجة أن هذا التشتت إنما هو نتيجة تضييع القرآن الكريم بتضييع ترجمانه والقيمين عليه من أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. يعني لو رجعت الأمة إلى الأئمة المعصومين في فهم القرآن وأرجعت إليهم هذا العلم لما حصل كل هذا التخبط في فهم آيات القرآن الكريم وفي حرفها عم وفي حرف وتحريف الكلم عن مواضعه. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثلاثة تأتي في يوم القيامة يشتكون عند الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. أولهم المصحف الشريف، يقول يا ربي مزقوني وحرفوني. وفعلا تمزيق القرآن الكريم وإحراقه قد حصل من بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله من طغاة بني أمية، بل من هم من قبلهم إلى يومنا هذا الطغاة ما أصلا تتورع عن حرق القرآن الكريم وتمزيقه إذا ما استدعت
السياسة ذلك. والثاني هو المسجد، يقول يا رب ضيعوني فعطلوني. وفعلا إلى اليوم احنا في بلد الإسلام نعيش تعطيل لمساجد الله بعد أن تهدم، حتى الصلاة فيها محرمة عند هؤلاء. المسجد يشكو ويشتكي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على هؤلاء، يقول ضيعوني فعطلوني. ولكن تعطيل المسجد وتحريف القرآن الكريم كله يرجع إلى سبب واحد يتبين في الشكاية الثالثة، عندما تأتي العترة شاكية إلى الله عز وجل وتقول يا ربنا قتلونا وطردونا وشردونا. وفعلا وقع التشريد والطرد والتنكيل والقتل في عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لكأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى أمته بأشد ما يكون من التنكيل والقتل في حق عترته، ولو أوصاهم لما زادوا عن ذلك. لا إله إلا الله. وهذه قبورهم تحكي هذه الظلامة، شيء في الشام وشيء في الحجاز وشيء في خراسان وإيران وشيء في العراق، قبور مشتتة في كل بلدة في كل موضع تحكي الظلام الخالد إلى أهل بيت العصمة. وإلا خذ هذا الدليل من التاريخ، لو لم يقع هذا التشريد في أهل بيت العصمة، عجل ويش اللي وصل زينب إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى المدينة. مثل زينب ربة الخدر والدلال تمشي كل هذه القفار وكل هذه الصحارى. وموه بس هذا، رؤوس أخوتها معها يشهر بها، وتدخل من مجلس إلى مجلس وكلها مجالس خمارين. ربة الخدر والستر والدلال تمشي كل هذه المسافات من دون كافل ولا والي. هذا أدل دليل على وقوع التشريد والطرد لأهل بيت العصمة. ولذلك يقول السيد ورحن في الأسر بنات الهدى، تطوي الفيافي موطنا موطنا، لكن من دون رجال، ما وياها إلا عليل بأبي هو وأمي. وتعرف إيش سوت هذه السفرة في بنات الرسالة، أكثر من 6 أشهر يغيبون عن المدينة، حتى غيرت تلك المصائب من وجوههن، فتقشرت وجوههن من الحر والبرد، شابت رؤوسهم، نحلت أجسادهم. يقول أرباب النقل والتأريخ يوم رجعت زينب إلى المدينة استقبلها أخوها محمد بن الحنفية، فلما أن وقعت عيناه عليها أشاح ببصره عنها، ظن أنها امرأة أجنبية. كسر خاطر زينب، التفتت إليه، أخي يا محمد ما لك تشيح ببصرك عني؟ عرفها بالصوت، التفت قال سبحان الله أنت زينب الهاشمية. وش اللي سوت فيش السفرة يا أخي؟ فانكسر خاطر زينب، قالت لا بل قل أنا زينب المسبية. أيوة زينب هو سيدتا. ولذلك الإمام السجاد سلام الله عليه يوم وصل إلى المدينة ضعن على مشارفها، أراد أن يهيئ أهل المدينة بهذا الدخول، يسمعون نعوة الحسين حتى لا ينصدمون، راجعين نساء بلا رجال، قد تغيرت وجوههم، مصيبة عظيمة مقبلة على أهل المدينة. فدعا بداعيه يا بشر ابن حذلم رحم الله أباك إنه كان شاعرا، أو تحسن شيئا من الشعر؟ قال بلى سيدي إني لشاعر. قال إذن أدخل المدينة وانعى الحسين. ضرب ركاب فرسه، الراية السوداء ترفرف على رأسه، والناس تشوفه تقول هذا هيئة ناعي، ما وراءك يا هذا؟ يقول لا، النعوة عند قبر رسول الله. وفعلا اجتمعت عنده الناس حواليه عند قبر النبي، وإذا به يرفع صوته، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي
مدرار. لكن شلون قتله؟ قال الجسم في مكان والرأس في مكان آخر. الجسم منه بكربلاء مدرجون. أيوا حسينا أيوا سيداه. والرأس منه على القناة يدار. يقول أرباب التأريخ: فما بقيت مخدرة في خدرها تسمع ناعية الحسين، وإذا بأهل المدينة كلها تطلع من بيوتها، فترتج المدينة بأهلها من الضجات والصيحات، كل ينادي وحسينا وغريباه وذبيحه. يقول بشر: بينما أنا كذلك، وإذا بالصفوف تنفرج عن امرأة قد أقبلت متكئة على عصاها. الله أكبر، تصورها وياي. قد أقبلت متكئة على عصاها، وقد أحنى ظهره ظهرها الرزايا والأشجان، وتسربلت بلباس الكروب والأحزان، وهي تنادي أفرجولي أفرجولي. وطلعت من المنزل وبس ما شافت الناس قالت دفرجولي، وكل من هبط الراس قولون جت الطاه رم البطل عباس. اخذت تتخطى الصفوف شيئا فشيئا وهي تنادي بلسان الحال، تقول: يا ايها الناعي، ازعجت اهل المدينة، ايش عندك ايش عندك من نعوى؟ قول: هل جايب الله دفرجوله، خلوه ينزل عن ذلوله، باسايله وبستمع قوله، يوم التقت دوله بدوله عباس بيض وجه لوله. قال له: يا ام البنين، تسألين عن العباس؟ خليني أخبرش عن العباس يا أم البنين حتى تقر عينك ما قصر في نصرة الحسين. والله افتخرتي يا أم البنين، جبتي ولد يسطي على البين، يا ريت منه جبتي اثنين في كربلاء ينصروا الحسين. قالت: الله أكبر، إيش سوى أبو فاضل؟ خبرني. قال: حول عليه البطل تحويل، كان قضى جايب زلازل، فله وصك الخيل بالخيل، وفلك لأبو فاضل وفلك وفلك لأبو فاضل وفلك. قالت له: اسمع مني يا بوشر، انا ما عندي، بالعكس انا اريد اولاد الاقمار كلهم يروحون، لكن اهم شيء الحسين وزينب عندي سالمة. صاحت: وقف واستمع مني كلمتين، انا ممرود قلبي بفرقة اولادي والبنين، لكن كل جملة اولادي عسى غافد والاحسن، هو يا ريت عند من الولد 70 مولود في المرجلة كلها مثل عباس، والزور تنذبح وابن المصطفى الأديار يعوق سالم، ولا تنظام زينب والخواتم. قال: هاد سكتي واسمعي مني كلمتين، يخلف علش الله من اولادش والبنين، ترى عباس ما عود ولا عود لش حسين. يعني كلهم راحوا في كربلاء يا ام البنين.
لا الحسين ظل ولا عباس، عندما سمعت بهذا الذكر سقطت على الأرض، وسقط من يدها شيء كان طفلا للعباس، وهي تنادي وحسينا وولدا يم البنين الذبحا وكلهم على القاع، وحسين ظل مجرد مكسور الأضلع، وانخدرت حيدر عليه فرت بلقنا، ويا الحرم والنار تسعر بالصياوي، يم البنين الأربعة ما حد دفنه، دمهم غسلهم والتراب صاير كفنه، ومن الصبح زنب مشت للشام عنهم، ويا الحرم والنار تسعر بالصياوي، لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. يا الله، اللهم تقبل منا، شافي مرضانا، فك أسرانا، اقضي حوائجنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إخواني الحاضرين، احفظهم اللهم في أنفسهم وذويهم ومن يلوذ بهم. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله، لا سيما المعتقلين والمعذبين والمهجرين، فرج اللهم عنا وعنهم أجمعين، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.